بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتكلم عن الهيدروكربونات الألفاتية غير المشبعة، والنهاردة موضوع الألكينات هنتكلم فيه مقدمة سريعة عن الألكينات، تحضير الإيثاين. والألكينات اللي هي الأستيلينات نسبة إلى مركب الأسيتيلين، الاسم العام للمركب الإيثاين، وهي هيدروكربونات ألفاتية مفتوحة السلسلة غير مشبعة، زيها زي الألكينات. ولكن تفرق عن الألكينات إن الألكينات بها رابطة ثلاثية، الصيغة العامة لها CnH2n+2، ما ننساش الحكاية دي. أما الصيغة العامة للألكينات كانت CnH2n فقط، تحتوي على رابطة ثلاثية، يعني في رابطة ثلاثية داخل المركب، رابطة واحدة على الأقل، يعني ممكن يكون في رابطتين أو أكثر. الرابطة الثلاثية دي تتكون من نوعين من الروابط، رابطة أحادية سيجما، وهذه الرابطة قوية زي ما احنا متفقين، ثم رابطتين باي، والرابطة باي رابطة ضعيفة. فلما يوجد رابطتين باي في مركب فهو يصبح شديد الفاعلية الكيميائية. الألكينات أيضا تعتبر مشتقات من الألكانات، إذا نزعت 4 ذرات هيدروجين من الألكان فأنت تحصل على الألكين. تكون فيما بينها سلسلة متجانسة، يعني كل مركب بيزيد عن الذي يسبقه بCH2، يعني 14 وحدة. تنتهي أسماء الألكينات بالمقطع ألف يه نون أو YNE بالإنجليش. بتقل هذه المركبات عن الألكينات بذرتين هيدروجين، وتقل عن الألكانات ب4 ذرات هيدروجين. ناخد فكرة سريعة مقارنة بالألكانات. الألكان كان صيغته العامة CnH2n+2، فلو أنا أخذت منه جزيئين من الهيدروجين يعني 4 ذرات هيدروجين، هتلاقينا بنحصل على الألكين المقابل اللي هو صيغته العامة CnH2n+2. فمثلا الإيثان اللي هو C2H6، لو خدت منه 4 ذرات هيدروجين أي 2 جزيء هيدروجين، تحصل على الأستيلين أو الإيثاين اللي هو صيغته العامة الجزيئية C2H2. البروبان C3H8 لو خدت منه 2 جزيء هيدروجين يعطيك البروباين اللي هو فيه 3 ذرات هيدروجين و 3 ذرات كربون و4 ذرات هيدروجين. البيوتان كذلك إذا خدت منه جزيئين من الهيدروجين يعطيك البيوتاين اللي هو في 4 ذرات كربون و6 ذرات هيدروجين. أيضا البنتان يعطي البنتاين اللي هو في 5 ذرات كربون و8 ذرات هيدروجين. إذن الألكين يقل عن الألكين المقابل له بذرتين هيدروجين، وعن الألكان ب4 ذرات هيدروجين. وهذا الموضوع بكرره مرة واثنين علشان ما ننساهوش أبدا، لأن الألكين يختلف عن الألكين بذرتين هيدروجين وعن الألكان ب4 ذرات هيدروجين. عايزين نعرف بقى طرق تحضير الإيثاين اللي هو الأستيلين. في طريقتين لتحضير الإيثاين. الطريقة الأولى طريقة معملية، يعني أقدر أحضره في المعمل، ويستخدم في هذه الطريقة مركب اسمه كربيد الكالسيوم أو ثاني كربيد الكالسيوم. والطريقة أن أنا بنقط مية على كربيد الكالسيوم. بعد شوية نشوف الجهاز اللي احنا بنستخدمه في تحضير الإيثاين في المعمل. ليه كربيد الكالسيوم؟ يعني كربيد الكالسيوم أنه بيحتوي على 2 ذرات كربون بينهم رابطة ثلاثية. لا شوية هنرجع لإمرار الغاز قبل جمع. 2 ذرات كربون بينهم
رابطة ثلاثية ويجمعهم ذرة كالسيوم. خلي بالك ان الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم اقل سالبية كهربية من الكربون، فبالتالي تجد ان الكالسيوم يحمل شحنات موجبة، شحنتين موجبتين، لانه ثنائي. يعني انا اقصد هو الذرة لا تحمل هذه الشحنة، ولكن تأين المركب كربوني كالسيوم ده تجد في الكالسيوم عليها شحنتين موجبتين، وعلى الكربون كل كربونة شحنة سالبة. يبقى اذا كل شحنة سالبة دي لما اجمعهم عليهم شحنتين سالبتين يعادلهم الشحنتين الموجبتين اللي على الكالسيوم. ايه الموضوع ده؟ اشمعنى يعني بنقول على الكالسيوم شحنتين موجبتين وعلى الكربون شحنة سالبة؟ لان هنا بيساعد على كسر المركب. اما نقط مية على مركب زي كربوني الكالسيوم، انت عارف ان المية، خلي بالك بقى ان المية فيها هيدروجين وH، فاذا الكالسيوم اللي هو اقل سلبية كهربية من الكربون، الكربون ياخد الكتروني الرابطة في اتجاهه لانه اعلى سلبية كهربية. احنا شفنا كسر الروابط قبل كده، الكسر المتجانس والكسر غير المتجانس. الكسر غير المتجانس ان الذرة الاكثر سلبية كهربية تسحب الكتروني الرابطة فتحمل شحنة سالبة كاملة، والكربون التانية بتاخد الاثنين الالكترون الرابطة اللي بينها وبين الكالسيوم عليها تبقى عليها شحنة سالبة كاملة. عظيم. وتترك على الكالسيوم شحنتين موجبتين كاملتين. ايه اللي بيعادل الشحنات دي؟ جزيء المية. انا عندي جزيء المية في هيدروجين او اتش، الهيدروجين عليها شحنة موجبة والهيدروكسيل عليها شحنة سالبة، وجزيء مية اخر، لان انا استخدم جزيئين من المية، يعني نقطتين من المية. طبعا كل نقطة دي فيها جزيئات كثيرة، انا بقول كده بس. يبقى اذا باخد جزيئين من المية، في المية فيها هيدروجين ومجموعة هيدروكسيد، مجموعة هيدروكسيد عليها شحنة سالبة اسمها هيدروكسيد ايون، والهيدروجين بنسميه بروتون عليه شحنة موجبة. طبعا ايضا بيتم كسر غير متجانس في جزيء المية. الاكسجين بتاخد زوجين الالكترونين بتوع الرابطة وتبقى عليها شحنة سالبة كاملة، وكذلك في الجزيء الآخر. تخيل بقى ماذا يتم، ماذا يتم يا عم سعيد؟ ايه اللي يتم بقى؟ شفت الهيدروجين الموجبة تتفاعل مع الكربون السالبة، والهيدروجين الموجبة التانية تروح على الكربون السالبة التانية. طب والـ OH مع الكالسيوم، لأن الكالسيوم موجب والـ OH سالبة. عظيم. إذا الهيدروكسيد أيون مع كالسيوم، وأدى الهيدروكسيد أيون تكافؤه حادي عليه شحنة سالبة واحدة، فتعادل شحنة واحدة من الكالسيوم. مجموعة الهيدروكسيد الأخرى تعادل الشحنة الموجبة الثانية وتعطي كالسيوم هيدروكسيد اللي هو CaOH لكل اثنين، هو بقى الجير يعني. عظيم. طب والباقي يروح فين؟ انا عندنا كربون على شحنه سالبه تاخد الهيدروجين، كربون تاني عليها شحنه سالبه تاخد الهيدروجين الموجبه، وبينهم رابطه ثلاثيه. يبقى الهيدروجين مع الهيدروجين مع الكربون والكربون يعملوا مين؟ يعملوا كربون هيدروجين، كربون هيدروجين، وبين الكربونتين ثلاث روابط، دي عفوا ثلاث رابطه ثلاثيه يطلق عليه الاستيلين. يبقى كده انا حصلت على الاستيلين اللي هو الايثاين ومعاه كالسيوم هيدروكسيد. متفقين يا شباب؟ عايز تاني؟ نقول تاني، هنعيدها تاني يا شباب علشان بس ايه اللي مش واخد باله ياخد باله. احنا قلنا ان الكالسيوم اقل سلبيه من الكربون فيحمل شحنة موجبة جزئية في المركب ده. طبعا هو مش موجود عليه الشحنة،
لكن احنا بنقول هذا الكلام عشان تفهمه، تبقى موجودة كده في التركيب. والكربون عليها شحنة سالبة جزئية، والكربون التانية عليها شحنة سالبة جزئية. كسر الرابطة يبقى في اتجاه الكربون، وكسر الرابطة التانية في اتجاه الكربون. عظيم. لما نقط عليه المية بقى جزيئين من المية. خلي بالك أيضا المية قطبية، يعني عليها قطب موجب وقطب سالب، يعني الهيدروجين يحمل شحنة موجبة والهيدروكسيد تحمل شحنة سالبة. طيب يا عم بقى تم كسر غير متجانس أيضا، إن الأكسجين بتاخد زوج إلكترونات الرابطة وتبقى عليها شحنة سالبة كاملة، وكذلك في الجزء الآخر. فإذا لما أشوف يا جماعة مراكز الشحنات بنقول عليها مراكز التفاعل. لما كنت تركز على مكان التركيز على الشحنة، إذا كان في شحنة سالبة وشحنة موجبة يبقى الموجب يتفاعل مع السالب. يبقى إذا مجموعة الهيدروكسيد، الهيدروكسيد اللي هي الآن على هيئة هيدروكسيد أيون، اللي هي على هيئة أيون هيدروكسيد، تروح مع الكالسيوم، وأيضا الهيدروكسيد الثانية تروح مع الكالسيوم. يعطي مين؟ يعطي كالسيوم OH يمين OH شمال، اللي هو كالسيوم هيدروكسيد. طب يبقى ايه هنا؟ يبقى الهيدروجينة اللي على اليمين دي والهيدروجينة اللي على اليسار ومعاهم الكربونتين، لان الهيدروجين موجب وجنبيه كربون سلبة. يبقى اذا يعطي هذا الشكل اللي هو الاستيلين اللي هو الايثايل. طيب وبعدين اكتب معادلة التفاعل ده. المعادلة دي ما حدش يقول دي مش موجودة في المنهج، هي مش موجودة في المنهج طبعا، مش لاقي حد يقولها لك، مش هنفسرها كده، انت عشان تفهمها. لكن المعادلة اللي هتكتبها كالسيوم كاربايد او كاربيديك كالسيوم اللي هو على هيئة صلب مع مية على هيئة ليكويد عل يعني سائل، بيعطوني ايه بقى؟ بيعطوني الاستيلين اللي هو الايثاين غاز على هيئة غاز، زائد كالسيوم هيدروكسيد على هيئة محلول. اوعى تنسى الكلام ده. اشمعنى الاو اتش لكل اتنين والكالسيوم لوحدها باي اتنين؟ اشمعنى؟ لان الكالسيوم ثنائي والهيدروكسيد ايون او مجموعة الهيدروكسيد مجموعة ذرية احادية. عظيم. طيب احنا حصلنا على الكلام ده، حصلنا على هذه المعادلة، امال ايه حكاية امرار الغاز قبل جمعه؟ وانا بحضر الشغلانة دي، بعمل الشغلانة دي كده، كربيديك كالسيوم فيه شوائب، الشوائب دي بتبقى على هيئة كبريت وفوسفور. في وجود الهيدروجين طبعا، لان كمية المية بتبقى كتير فبيبقى فيها هيدروجين كتير، في وجود الهيدروجين يعطي غاز الفوسفين مع الفوسفور، والكبريت يعطي كبريتيد الهيدروجين. أمرر الغاز اللي خارج ده اللي هو الإيثاين بيبقى معاه الشوائب اللي هو كبريتيد الهيدروجين والشوائب مع اللي هو الفوسفين، يمر على زجاجة أو قارورة فيها كبريتات نحاس مذابة في حمض كبريتيك مخفف. كبريتات النحاس الحمضية دي تخلصني من الغاز الفوسفين وغاز كبريتيد الهيدروجين اللي هم على هيئة شوائب، وهنتكلم ده بالتفصيل في الجهاز. الشوائب في كربيد الكالسيوم هي ايه؟ هي الفوسفور والكبريت. في وجود الهيدروجين يتحول الفوسفور الى غاز الفوسفين، والكبريت يتحول الى غاز كبريتيد الهيدروجين. طب بعدين لازم اتخلص منهم، والغاز هو ماشي في الأنبوبة الملتوية يطلع على الزجاجة أو القارورة اللي فيها كبريتات نحاس مذابة في حمض كبريتيك مخفف، يخلصني من هذه الشوائب. بس هو ده المطلوب منك. يبقى إيه فايدة كبريتات النحاس المذابة في حمض الكبريتيك المخفف للتخلص من غاز الفوسفين وغاز كبريتيت الهيدروجين؟
لكن انت كنت عايز تستزيد كبريتات النحاس، لما تتفاعل مع غاز الفوسفيد بتختزل الى فوسفيد النحاس نسوي بناء على هذه المعادلة، اللي هي كبريتات نحاس مع غاز الفوسفيد بتعطيني فوسفيد النحاس الاسود اللي هو ده فوسفيد نحاس اللي هي Cu3P2 زائد حمض كبريتيد. طب ما غاز كبريتيد الهيدروجي، غاز كبريتيد الهيدروجي لما يمر على كبريتات النحاس بتكون راسب اسود من كبريتيد النحاس، لان H2S يتفاعل مع كبريتيد النحاس ويحولها الى كبريتيد النحاس وفقا لهذه المعادلة اللي هي كبريتات النحاس تفاعل مع H2S تعطي الكبريتيد النحاس مع حمض الكبريتيد. الكلام ده مش مطلوب منك، ولكن انا بقوله لك علشان تبقى عارف معلومة تفهم اكتر موضوع التخلص من الشوائب اللي موجودة على هيئة غاز فوسفين وغاز كبريتيد الهيدروجين. انت عليك فقط تقول فايدة كبريتات النحاس تخلص من الشوائب الموجودة في او المختلطة مع غاز الإيثاين اللي هو غاز الفوسفين وغاز كبريتيد الهيدروجين. هنشوف بقى، احنا قلنا قبل كده كم مرة اما يكون في تجربة يبقى التجربة دي لها ادوات ولها كيماوية. ايه ادوات التجربة؟ المفروض دورق زجاجي، دورق عشان اعمل فيه التجربة، قمع فصل عشان انزل منه المية، انبوب توصيل ملتوية عشان يمر الغاز فيها، زجاجة مزودة بانبوب توصيل هي الزجاجة اللي هحط فيها كبريتات النحاس مذوبة في حمض كبريتيد، مخبار منكس على مية عشان اجمع فيه غاز الإيثاين، سدادة الفلين عشان اقفل بيها الدرق الزجاجي والزجاجة المزودة بالأنبوب التوصيل، وحط به ماء اللي هيبقى فيه منكس في المخبار. الكيماويات المطلوبة ايه؟ هنستخدمنا ايه؟ كربيد كالسيوم، حمض كبريتيك مخفف، محلول كبريتات نحاس اللي انا هدوب فيه او هضيف عليه حمض كبريتيك. دول الكيماويات. لابد اي تجربة يا جماعة لازم تفصصها لنفسك وتبقى فاهم ايه موضوع التجربة. ايضا لما يكون في تجربة لازم اتبع الخطوات التالية، وانا قلت هذا الكلام قبل كده اكتر من مرة. ارسم الجهاز المستعمل، لازم ارسم الجهاز. افرض ما طلبش مني رسم الجهاز، ما ارسموش. افرض انا اكتب معادلة التفاعل، اكتب معادلة التفاعل، لكن ما اكتبش بقى مش مطلوب، على قد السؤال اجاوب. ارسم جهاز المستعمل هو عبارة عن ايه بقى؟ الدرع الزجاجي اللي فيه كربيد الكالسيوم، وبحط معاه رمل بحيث انه يعني يضبط التفاعل شوي. المهم انه كربيد كالسيوم فقط. وبعدين في ده اسمه قمع فصل، قمع الفصل ده بحط فيه مية عشان فيه صنبور اقدر انقط منه المية. طلع منه انبوبة ملتوية اخرى، يعني السدادة الفلين دي فيها خرمين، خرم منزل منه القمع الفصل وخرج منها، وخرم اخر خرج منه الانبوبة الملتوية اللي هتمر في زجاجة بها كبريتات نحاس مذهب في حمض كبريتيك مخفف. انا لما بنقط المية بيطلع الغاز نتيجة تكسير كربيد الكالسيوم، بيطلع غاز الإيثاين، صحيح بما معاه الشوائب اللي هو الفوسفين، غاز الفوسفين وغاز كبريتيد الهيدروجين، يمر هذه الغازات، ثلاث غازات دلوقتي اللي هو الإيثاين، غاز الفوسفين، غاز كبريتيد الهيدروجين. نمشي في الأنبوبة الملتوية، أروح على كبريتات النحاس مع حمض كبريتيد المخفف، بتخلص من غاز الفوسفين وغاز كبريتيد الهيدروجين في هذه الزجاجة، ويفضل غاز الإيثاين نظيف بيور، نظيف ما فيش شوائب، يطلع في الأنبوبة الملتوية الأخرى ونجمعه تحت الماء، فوق الماء لأنه أخف من الماء في المخبار ده، يبقى اللي فوق غاز الإيثاين أو الأستيلين، والمية بتنزل لتحت لأن الغاز أخف من المية ولا يذوب في الماء. تاخد لحظ الحكاية دي قوي، يعني اشمعنى أنا بجمعه
بالإزاحة السفلية للماء لأنه أخف من المية ولا يذوب فيها. يبقى أنا رسمت الجهاز، أبدأ بقى أقول له خطوات التجربة. خطوات التجربة بنقط المية من قمع الفصل على كربيد الكالسيوم في الدورة الزجاجي المزود بالأنبوب الملتوي. هلاحظ تصاعد أبخرة، طبعا أبخرة دي هي غاز الفوسفين وغاز الإيثاين وغاز H2S، بيمروا على زجاج كبريتات النحاس بحمض الكبريت المخفف، وبعدين بعد كده يمروا في الأنبوب، يمر غاز الإيثاين بعد التنقية إلى المخبار المنكس. المشاهدة أنا بلاحظ إن الإيثاين بيحل محل المية من فوق المخبار. طب أنا استنتجت إيه؟ إن غاز الإيثاين بيجمع بإزاحة السفلية للمية لأنه أخاف من المية ولا يذوب في الماء. أكتب المعادلة بقى. خلي بالك كم خطوة دول؟ 5، أوعى تنساهم في أي تجربة. الكلام ده إذا طلب منك شرح التجربة. تمام؟ تمام. نكمل بقى الطريقة الثانية في الصناعة. ناخد بالنا شوية منها، هنلاقي فيها شوية تفسيرات بسيطة كده. من الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي ده معروف إنه بيحتوي على أكثر من 90% من الميثان اللي هو CH4، خلي بالكم عظيم. الطريقة الثانية لتصنيع الإيثاين من الميثان، بس هو بيقولها من غاز طبيعي، بس غاز طبيعي أغلبه ميثان. بسخن عن درجة حرارة عالية أعلى من 1400، من 1500 حتى 1800، وبعدين أبرد تبريد سريع. خلي بالك من النقطة دي جدا. النقطة الأولى أنا بسخن تسخين عن درجة حرارة عالية أعلى من 1400، نبدأ من 1500 ل 1800، وبعدين أبرد تبريد سريع. ده صناعة، شغل صناعة. إيه الفايدة؟ الغليان عن درجة حرارة عالية ثم التبريد السريع. عظيم. تعال نشوف. هاخد 2 جزيء من الميثان، طبعا الميثان جاز اللي هو غاز. ايه اللي بيحصل لما بسخن تسخين عالي جدا؟ بيبدا يتكسر، هوريكم دلوقتي ازاي بيتكسر. ثم ابرد تبريد سريع، بسخن اعلى من 1500، ابرد تبريد سريع يبدا يتجمع تاني على هيئه استيلين اللي هو الايثاين جاز والهيدروجين. تمام كده؟ تعالوا نشوفها كده بصوره اوضح. انا عندي جزيئين من الميثان، في جزئين من الميثان. لما سخن يا جماعة أي مركب عضوي بتسخنه تسخين عالي جدا، ده فوق من 1500، يعني حوالي بوصل حوالي 1800. لما تسخن تسخين العالي ده لازم الروابط اللي بين الذرات تتكسر، الروابط دي تتكسر، تتكسر هذه الروابط. طب لما الروابط تتكسر يمس يصبح الجزيئات كده يعني من غير ارتباط، هبرد تبريد سريع. بعدها انا سخنت جامد فوق ال 1500، ابرد تبريد سريع. عند التبريد السريع يبدا تجمع هذه الجزيئات بطريقه مختلفه، تبدا عفوا تجمع الذرات مش الجزيئات، تبدا تجمع الذرات دي بطريقة مختلفة عما كانت قبل التسخين. تلاقي في ذرتين الكربون اللي موجودين في التفاعل تجمعوا مع بعض بينهم رابطة ثلاثية مع إكمال التكافؤ، ويجمعوا مع ذرتين هيدروجين يعطوا الأستيلين. خلي بالك بقي كام ذرة هيدروجين؟ نقول تاني الحتة. تمام، حاضر، نقول تاني يا شباب. أنا بسخن تسخين عالي جدا فوق 1500 درجة. عند التسخين العالي ده الروابط بين الذرات بتتم لها تنكسرها، تكسر تماما، مفيش روابط. تبدأ الذرات شائعة في داخل المحتوى اللي بيتم في التفاعل. بروح مبرد هذا المخلوط تبريد سريع جدا، تبريد سريع. لما تتبرد تبريد سريع يبدأ هذه الذرات
في التجمع مرة تانية، بس تتجمع بطريقة تختلف كلية عن الطريقة التي كانت ترتبط بها قبل التسخين. تجد ان ذرتين كربون اللي موجودين اتجمعوا مع بعض بينهم رابطة ثلاثية، ثم مرتبطين بذرتين هيدروجين، يرتبطوا بذرتين الهيدروجين يكون الاستيلين اللي هو الايثاين. الذرات الهيدروجين الباقي كم ذرة هيدروجين؟ 6 ذرات هيدروجين. يتجمع 6 ذرات هيدروجين دول على هيئة 3 جزيئات من الهيدروجين، يبقى إذن أستيلين مع 3 جزيئات هيدروجين. يبقى نقول تاني، نقول تاني، هقولها تاني مع الطريقة مع التفاعل ده. أنا عندي جزيئين من الميثان، الجزيئين من الميثان دول عندي درجة حرارة عالية جدا فوق 1500 درجة، أبرد تبريد سريع، يجمع الأستيلين تتجمع تاني بعد التبريد السريع بطريقة تختلف عن طريقة قبل التفاعل، وبعدين معاهم 3 ذرات 3 جزيئات من الهيدروجين. تحسب بقى عدد الذرات اللي قبل التفاعل واللي بعد التفاعل، تجد فعلا العدد مضبوط، ومعنى ذلك ان انا حصلت على الأستيلين مع الهيدروجين. عسى ان تكونوا فهمتم، وعسى ان يكون معلومات وصلت، واراكم على خير اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.